لابد يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل، ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا، وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله، إلى كتاب الله القرآن، والرسول في حياته عليه الصلاة والسلام يرجع إليه ويسأل، وبعد موته يرجع إلى سنته كأنه موجود عليه الصلاة والسلام، سنته موجودة، أكأن الرسول موجود بيننا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فلا يجوز لنا أن نأخذ من الأقوال ما نشتهي أو يوافق رغباتنا وأهوائنا، أو نقول هذا أوسع للناس وأيسر للناس ومرونة مطلوبة، هذا كلام باطل.